نشر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من المستندات التي تؤكد موافقة الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على قرار قبول العضويات المستثنى. في بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للزمالك أكد مرتضى منصور أن ملف هذه العضويات تمت إدارته بشكل قانوني. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وأحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وافقا كتابيا على جميع العضويات الاستثنائية وذلك من خلال مخاطبات رسمية. كما تم اعتبار شكوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق على هذه العضويات لا سند لها من القانون وتم إرسال هذه الخطابات للنادي.